النهاردة بتمر 18 سنة على رحيل عميد الرواية العربية وأديب مصر العالمي نجيب محفوظ، الأديب اللي شكلت أعماله نافذة مفتوحة على الأدب المصري والإنساني. حقيقة 18 سنة مرت ومازال إبداع نجيب محفوظ قادر على إثارة الدهشة والجمال في نفوس كل قراء هذا الأديب العالمي. احنا بنتكلم على شخصية فريدة في تاريخ الأدب المصري. الحقيقة احنا ما نقدرش نفهم تاريخ مصر وتحولاتها في القرن العشرين دون أن نقرأ أدب نجيب محفوظ، دون أن نقرأ حارة نجيب محفوظ، الشخصيات التاريخية، الأماكن اللي كتب عنها نجيب محفوظ. شخصية متفردة في تاريخ الأدب مش بس المصري والعربي، تاريخ الأدب الإنساني. أكيد نجيب محفوظ علامة وسلاسل رواياته المختلفة، وإزاي عشنا فيها من خلال الحارة المصرية والشخصيات عن قرب اللي تميز بيها كتابات الأديب الكبير نجيب محفوظ، لكن كمان في متحف خاص عن مقتنيات الأديب الكبير ورواياته ومقتنياته الخاصة هنتعرف عليها مع الكاتب الصحفي الأستاذ طارق الطاهر المشرف على متحف نجيب محفوظ واللي هيكلمنا عن تفاصيله. بصبح على حضرتك يا فندم. صباح الخير. خلينا نتكلم عن نجيب محفوظ في البداية، وإزاي ترك البصمة الواضحة في عالم الرواية وحصوله على جائزة نوبل، وإيه الإضافة في المتحف الخاص به؟ الحقيقة المتحف يعني بيتميز بوجود عدد من القاعات اللي هي بتكشف عن سيرة ومسيرة نجيب، بمعنى إن إحنا عندنا مكتبته الخاصة اللي هي كونت نجيب محفوظ، واللي انا بعتبرها بشكل نقدي يعني انها واحده من اهم اسرار فوز نجيب محفوظ بجائزه نوبل، بمعنى ان احنا بنشوف هذا الاديب الكبير ازاي كون نفسه عن طريق القراءه، فنجد في هذه المكتبه الخاصه به اللي هي كانت موجوده في منزله قبل انتقالها للمتحف كتب في مختلف مجالات المعرفه، يعني نجيب محفوظ لم يقتصر قراءاته على الادب او النقد او لا، في كتب في الثقافه العلميه، في كتب في الطب، في كتب في الغذاء، في صراعات بين البشر، ودي كتب كانت في بدايات يعني الكتب دي اتكونت في مرحله الثلاثينات وما قبلها، والحقيقه دي بتدل على اتساع عقله واتساع معرفته، وهو حتى في حواراته مع استاذ رجاء النقاش او غيره كان بيتكلم على فكره ان ازاي الواحد يجب ان يكون نفسه عن طريق الثقافه العلميه وعدم الاقتصار على نوع معرفي واحد. الكنز الثاني موجود في المكتبه دي الحقيقه هي الاهداءات اللي حرص نجيب محفوظ على انها توجد في مكتبته حتى رحيله، اللي هي المؤلفات لكبار المثقفين المصريين والعرب في مختلف الاجيال، وازاي هم كانوا يتنبؤوا من الستينيات ان نجيب محفوظ اخذ الروايه العربيه والانسانيه في منطقه اخرى. الحقيقه عندنا قاعه ثانيه عن الاوشمه والشهادات اللي حصل عليها نجيب محفوظ والجوائز اللي حصل عليها طيله حياته. عندنا ثلاث قاعات عن السينما، سينما نجيب محفوظ قاعه تخص الأفلام التسجيلية عنه، وقاعة تانية عن أهم الأفلام المأخوذة من رواياته، وقاعة عن جميل. فوتوغرافيا لصور لأهم الأبطال. طب يعني في مقتنيات خاصة طبعا لنجيب محفوظ ومقتنيات فريدة، بس حابين يعني نوضح كده للناس واللي حابب النهاردة يحتفي كده بنجيب محفوظ، فين مكان المتحف؟ ناس كتير ما يعرفوش المكان فين متحف نجيب محفوظ. الحقيقه المكان موجود في مكان الحياه بديع في وكاله محمد ابو الدهب. أيوة. بجوار جامع الازهر مباشره. يعني جنب جامع الازهر مباشره هذه الوكاله، واحنا فيها متحف نجيب محفوظ. والمواعيد مفتوحه من كام لكام يا استاذ طارق؟ المواعيد مفتوحه من 9 الصبح ل 4 عصر. جميل. ازاي اقدر احول المتحف الخاص بنجيب محفوظ لمركز بحثي، مش مجرد متحف الناس ممكن تروح فيه تتفرج على مقتنيات، لكن كمان تكون بدايه كده لاجيال تكتب مره تانية، تقرا الشكل التقليدي للروايه والقصه والكتاب الممسوك في الايد مش الكتاب الالكتروني مثلا.
الحقيقة ده سؤال مهم جدا، لأنه يدخل في إطار خطتي لتطوير المتحف. أنا توليت هذا المتحف من 3 شهور بس. الحقيقة أنا لما شفت المتحف والسيناريو العرض كان في ذهني متاحف الأخرى اللي زرتها سواء داخل مصر أو خارج مصر، وسواء المتاحف اللي زرتها عربيا أو أجنبيا. الحقيقة أنه أنا متقدم بخطة للتطوير للدكتور وليد قنوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، أنه أي متحف بيقوم على حاجتين أساسيين، الثابت والمتغير. يعني لازم يبقى عندي قاعة متغيرة أن أنا أقدم فيها وجه آخر من وجوه نجيب محفوظ. بمعنى أنا شخصيا يعني عندي 3 كتب بتتناول سيرة نجيب محفوظ، مش أدبه، لا، السيرة نفسها، ما سيرة نجيب محفوظ. من ضمن هذه السيرة سيرة منسية أو سيرة تحتاج إلى إلقاء الضوء، لأنها كمان بتقدم كمان للشباب إزاي ممكن أديب كبير زي نجيب محفوظ خلقته لفكرة الالتزام. نجيب محفوظ كان طول عمره صحيح. موظف في الدولة المصرية، قعد موظف في حوالي 37 سنة، وإزاي استطاع من خلال هذه الوظيفة اللي هي قدر يشغلها في خلال 3 وزارات مختلفة، يعني بدل من وزارة المعارف لما تعين هو في الجامعة المصرية بعد وزارة الأوقاف والثقافة. ده كتاب لحضرتك باسم، عشان برضو نقول، نجيب محفوظ بختم النسر، ودي تجربة جديدة ان احنا بنشوف الارشيف الوظيفي او الملف الوظيفي نجيب محفوظ طارق طاهر يعني قدمها. وده سؤالي بقى ليك، والنهاردة بنحتفي ب 18 سنة برحيل نجيب محفوظ. نجيب محفوظ الموظف اللي بيمتاز بالدقة والانضباط الشديد، ملفه الوظيفي كان عامل ازاي؟ ازاي كان بيكتب الخطابات حتى لما يطلب اجازة؟ اكيد كان لغة مختلفة، لغة اديب وراقي وراجل عنده حس باللغة. ازاي اقتربت من الارشيف الوظيفي نجيب محفوظ؟ بس هقول لحضرتك انه انا زي ما انا شايف ان المكتبة سر من اسرار فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل، الوظيفة كمان سر من اسراره. يعني معنى ما عندناش كتير تجارب للأدباء انهم يشتغلوا في وظائف مختلفة. يعني عادة في صحفيين يكتبوا أدب، لكن انهم يشتغلوا في 3 وزارات دي تجربة فريدة حتى في فكرة العمل نفسها. الحاجة الثانية انه نجيب محفوظ كان بيضع عينه على الإنسان. يعني في روايات كتيرة جدا زي المرايا هي عبارة عن مقتطفات وظيفية، يعني دي نماذج هو شافها فعلا في الحياة. هو كمان بيتكلم أثناء الحديث عن سيرته أنه لما كان في وزارة الأوقاف قدر يشوف نماذج مختلفة من طبقات مختلفة في الشعب المصري، كل ده اختزنه وقدر أنه يخرجه في يا أستاذ طارق التاني. هل في أعمال للأديب الكبير لسه ما نشرتش؟ لسه ما شافتش النور؟ لسه في مفاجآت ولا ايه؟ اعتقد لانه قبل كده كان في تصريح للسيده فاضله ام كلثوم بنته انها لقيت ما يشبه سيرته او يومياته مكتوبه بخط ايده، وكانت اعلنت انه ده هيتنشر. ففي زائد انه انا من وجهه نظري كمان انه سيره نجيب محفوظ لازالت سيره منقوصه. يعني بمعنى رغم كل الكتابات النقديه والحوارات عن نجيب محفوظ، الا ان في مناطق لا زالت تحتاج الى مزيد من البحث. احنا بندعو حضرتك يا استاذ طارق تنورنا في استوديو صباح الخير يا مصر. ما ينفعش طبعا نتناول سيره نجيب محفوظ في دقائق سريعه، تنورنا ان شاء الله وتشرفنا ونتكلم في فقره خاصه عن اديب نجيب محفوظ ومسيرته الابداعيه. طارق طاهر الكاتب الصحفي مدير متحف نجيب محفوظ، شكرا جزيلا لحضرتك.